كيف تبقون في الحياة بعدهم؟ كيف تسكتون؟ لا لا، واللات والعزى لن نسكت، ولنثأرن منهم ثأرا ما سمعت بمثله العرب. ولكننا نتجهز ونعد العدة والسلاح ونستصلح القبائل، فلا نعود إلا وقد قتلنا محمدا وأصحابه وهدمنا يثرب على رؤوس الأوس والخزرج. اعلموا يا سيد مكة أن لكم في يثرب أنصارا وحلفاء، منهم اليهود ومنهم عبد الله بن أبي. والله ما نطيق محمدا بعد أن صار حاكما نأتمر بأمره، حتى عبد الله بن أبي لا يجرؤ على الخروج عما يريده محمد. زينب، إن فراقك لصعب علي وقاس على قلبي وروحي، ولقد كنت خير حليلة وعشيرة، وأني والله ما عرفت منك إلا الوفاء والأمانة والصدق وصفاء السريرة وطهارة القلب والبدن. وإن قلبي ليتفتت على فراقك، ولكني وعدت أباك بعد أن من علي وأطلقني من الأسر ورد عليك قلادة أمك التي أهدتك إياها يوم عرسنا، إني لأرجو من الله أن يجمعنا ثانية. أما الآن فارحلي إلى أبيك في يثرب، لأني والله ما أغفر زمام رجل، مع أني لا أؤمن بدعوته، ولكن والله ما في الأرض مثيل له. ارحلي يا زينب. زينب، زينب، زيد بن حارثة وجماعة ينتظرون هودجك، ولسوف يحملونك إلى أبيك معززة مكرمة. ماذا تنتظرون يا سيد مكة؟ إن أجسادنا تتفتت وقلوبنا تغلي كالمراجل، وأنتم حرام علينا ما لم تسألوا لنا. ما لي بالسادة الذين رموا بالقلي والجوارح تحوم فوق هاماتهم؟ من يعيد لي ولدي الأسير؟ من لي بالسعي من محمد وآل هاشم ومن الأوس والخزرج؟ علوت وسموت يا امرأة، هكذا تكون النساء. طحنت رحى بدر لمهلك أهله، ولمثل بدر تستهل وتدمع. قتلت سرات الناس حول حياضهم، لا تبعدوا إن الملوك تصرعوا. صدقوا فليت الأرض ساعة قتلوا، ظلت تسوخ بأهلها وتصدعوا. نبئت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا. وابن ربيعة عنده ومنبه، ما نال مثل المهلكين وتبعوا. نبئت أن الحارث ابن هشامهم في الناس يبني الصالحات ويجمعوا، ليزور يثرب بالجموع، وإنما يحمى على الحسب الكريم الأروع. التقيت هند بنت عتبة ونساء من قريش ممن قتل لهن رجال في بدر، فوالله لوددت أن تأكلني حية. ويح هند، والله إنا كنا لنظن أنه لو أنه قاتلنا كلنا لعاد من بدر كما عادت بنو زهرة، وإذا به وما أن اصطفت الصفوف حتى برز إلى الميدان طالبا المبارزة، وأخرج معه أخاه وولده، ونحن كنا نتعجب من أمره. فخرج لهم نفر من الأنصار فرفض، وبقي حتى خرج لهم حمزة وعبيدة وعلي. ألا قد استشهد عبيدة وفقد الإسلام بطلا مسلما فذا، تالله إنه ليعدلهم جميعا بين الرجال ولا سواء، فهو مؤمن شهيد وهم مشركون قتلى مصيرهم إلى النار. ويح كعب بن الأشرف، اليهودي الشاعر؟ بلى، إنه في ساحة مكة يحرض الناس على الخروج إلى يثرب لاستئصال رسول الله وصحبه وأهل المدينة. لابد أن أكتب لرسول الله بذلك، فاليهود المدينة عهد وها هو يخون العهد ويخرق الميثاق خرقا فاضحا، قد يودي بأهل المدينة.
لك الله أن تفعل ذلك من فورك يا عباس يا أخي. يا بني قينقاع، أبلغت بكم الفجاجة والفجور أنكم استفردتم بامرأة من العرب، امرأة تأتي بإبلها لتبيعها، فيأتي سفهاؤكم ويسفرون عن وجهها بالقوة، حتى إذا حمي لها أخ لنا من المدينة مسلم مثلنا قتلتموه؟ يا ويحكم، أنسيتم العهود والمواثيق التي بيننا؟ أنسيتم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يا بني قينقاع، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكم: يا معشر يهود، احذروا من الله، احذروا من الله مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا، فإنكم قد عرفتم أن رسول الله نبي مرسل، وقد عرفتم ذلك في كتابكم وعهد الله إليكم. لا والله لم نفعل، وإن حرفناك يا محمد لتعلمنا أن نحن الناس. ويحكم يا بني قينقاع، تقترفون أمرا منكرا، وتفضحون امرأة مسلمة حصان، وتقتلون رجلا مسلما بدون ذنب. أسرعوا إلى الإسلام وتوبوا إلى الله تعالى قبل أن تأخذكم السيوف. بل أنتم خنتم عهد الله ورسوله، ولسوف تعلمون. وقفوا، توقفوا. يا رسول الله، بنو قينقاع حلفائي، فأحسن بهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد على عبد الله بن أمية. إنني في وجهك يا رسول الله. يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلني يا ابن أبي. ويحك، والله لن أفعل يا رسول الله حتى تحسن إلى موالي. أيحصدون في ليلة واحدة؟ والله إني رجل بدت أخشى الدوائر يا رسول الله. يا رسول الله، إنهم حلفائي، وإني أخلع ولايتهم وأتولى الله ورسوله والمؤمنين. لا تخفرني يا رسول الله، إنني في وجهك أحسن إليهم، أحسن الله إليك. يا ابن أبي، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم، هم لك فليخرجوا من المدينة بما تحمل جمالهم، أما الأسلحة فليتركوها، أما دورهم وأرضهم ونخيلهم فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، فيئا يضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يرى. هذا فعل لصوص ليث، يأتي أبو سفيان على رأس جريرة من الفرسان، ينهب ويحرق ثم يمضي. لا، بل كان له من يهود المدينة من أعلم.